اليوم شوي انا تعبان صافي ما بي اعلم هواي، تمام؟ من يصير عندك سؤال اسال انا اجاوبك. زين، وقعنا 3 محاضرات هي اللي سي ان اس تقسم قسمين، سي ان اس ريبريزنت وسي ان اس استمين. سي ان اس ريبريزنت اللي راح ناخذها بها محاضرتين، هي ريبريزنت وبيها انت سايكوتي، وسي ان اس استمينت اذا لحقنا نطيح، لحقنا ما لحقنا نطيح حضوريا نطيح اونلاين، تمام؟ حتى يكمل المنهج بالتجربه. اليوم راح نبلش السي ان اس مال ريبريزنت. تعرف على الجابار ستر؟ تعرف على الجابار ستر؟ دكتور يحلل الانهبيتوري ترانسميترز. بس هو ايونيك، يعني ايونيك الكلورايد هو بي بي نوعين، اي بي ايونيك بي ميتابوتروبيك، يعني هو مني يصير جابا تاوب ريسبتر يدخل يفتح بنات الكلورايد فيدخل الكلورايد. طيب الجابا امينو بيوتريك اسيد هو المسؤول عن دي، يعني هو اللي يرتبط بالريسبتر، يعني النيورو ترانسميتر. في المواقع مخصصة لارتباط النزودياسبيز والكورتيزول. القابة كلش راح تتغير كلمتين؟ كلش راح تتغير كلمتين؟ خلنا دكتور بالإبيليبسي. أي بعد شيء؟ مرضى الإبيليبسي يعني يساعدهم يعني انفصال من الإنهبيتوري ترانسميتر. الجابا ريسبتر هو بي 3 اشكال وليس اشكال، تمام؟ بي اي بي سي. اوكي، الاي والسي هو عباره عن ايون شانل، وبين قوسين بين الكلورايد ايون شانل، حتى يصير عندك الانفلوكس بالكلورايد، حتى يصير عندك هايبر بولرايزيشنز، حتى يعطيك الاستيمولاي اللي هو انت تحتاجه. الجابا بالموقع الرئيسي اللي هو يتصل به الجابا باينو بيوتريك اسيد، اللي هو مثل ما قالت زميلتكم هو عباره عن انهبيتري نيورون ترانسميتر. انت من النوبات تحس نفسك انه انت خايف، تحس نفسك انه انت عندك ارق، تحس نفسك انه انت عندك قلة نوم، تحس نفسك في بعض الاحيان منزعج، معناته انه النيورو ترانسميتر او الجابا ريسبتورز ما جاي يصير الاكتيفيشن. تيجي تحط البنزودياسبين، ايش راح تتوقع يصير؟ هيبنوسيس سيديشن. المن يسوي هيبنوسيس؟ شلون يسوي الاكتيفيشن؟ من يتصل؟ السوبر جابا ريسبتورز. شو اسمه؟ يا سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. انت بنزودياسبين يجي يدخل جانبيا حتى يسوي اكتيفيشن للنيورون ترانسميتر الاماني بيوتريك اسيد والجابا، بالتالي انت يصير عندك انكزايتي، يشتغل واس انتي انكزايتي، يصير عندك كبير نفس الحالة، فبالتالي المنطقة الجابا ريسبتر اللي موجود عندك يجي امينو بيوتريك اسيد يتصل عليه حتى يحقق لك الحياة اليومية اللي انت تشتغل بيها. يصير عندك ديفكت يجيك البنزوديازبين يتصل حتى يسوي اكتيفيشن اللي يصير عندك حتى رجعت النورمال هيومن هيلث. اوكي، نوع البي يختلف اللي هو يصير حول الجي كابل بروتين، من الميكانيزم الفكشن مالته تختلف. فكرة كلية انه يعبر لك نيجاتيف تشارج، لكن شيء يعبر لك بوزيتيف تشارج.
هذا راح يسوي لي فلوس، ذاك ايش راح يسوي لي؟ اوتسايد ذا سياق، تمام؟ الشغل مالتنا كليتين هذا شغل فارمن، لكن لما تجي على الستركتشر اكتيفيتي ريليشن شيب لازم انه انت عندك ثلاثة رينج، عندك اي وبي وسي. بما انه انا قلت بنزوديازيبين لازم شو يصير عندي؟ ديازيبين رينج. لما نجي على الكيميكال ستركتشر مالته راح يشوفون انه تذكور هذه الطريقة اي بي سي، تمام؟ هذه البنزوديازيبين، عفوا الديازيبين رينج اللي هي راح تكون سباعية، تمام؟ بالتالي لما نجي على الموديفيكيشن حتى احقق الاكتيفيتي انا شو احتاج؟ احتاج لايبوفيليك لو احتاج هايدروفيليك؟ لايبوفيليك يعبر البلاد برين بارير. ايه فبالتالي عندي بعض الموديفيكيشن اللي راح اسويها حتى من خلالها ازيد الاكتيفيتي according to the structure activity relationship. شو يقول لي هو؟ يقول لي خلي بالك انه موقع رقم 7 لازم تحتاج الكترون وقدرون منكم، شرحناها بالمحاضرات السابقه. يقول لك 6 7 8 لا تعطيها كل شيء، بقيها على وضعيتها، تمام؟ من جاء وقال انه انت عندك النيتروجين خلي لها سبستتيوشن لانه راح تفيدك في الميتابوليزم، راح نجي نناقشها ليش راح تفيدني في الميتابوليزم؟ وهل اذا كانت اليفاتك شورت لين برانشينج راح تلعب دور حتى تزيد لي الاكتيفيتي، زيد لي الشورت ديوريشن اوف اكشن، زيد لي الهالف لايف، كلها راح نشوف. لذلك نشوف بعضها شورت اكتنج وبعضها لونج اكتنج. لما تجي على الباربيتشوريت تلقى مقسم الى ثلاثه اقسام، تلقى على البنزوديازيبين تلقى واحد ينومك 3 ساعات وواحد ينومك 4 ايام، تمام؟ هنا راح تبين عندنا تفاصيل البنزوديازيبين كلها. يقول لك موقع رقم 3 عندك الـ OH. هذه الـ OH رابطتها انت هنا راح تسلك سلوكي، يا اما راح تخليه نون بولر يا اما راح تخليه بولر according to the metabolism اللي تصير عندي، تمام؟ راح نشوفه بعدين. اذا كانت انت عندك بولر هل انه من الممكن تسوي لك decrease من duration of action؟ شلون؟ واذا كانت نون بولر سوي لك increase بال duration of action؟ ها؟ شلون؟ إذا معناته زميلكم اللي بيجوله معناته إنه كل ما طالت عندي عملية الفيس 1 في الميتابوليزم تعرفوها 2 فيس، تمام؟ فيس 1 هي عبارة عن فاكشناليز إنه أنا أعطي فاكشنال جروب حتى أحوله بولر، وفي المقابل انه انا بالفيس 2 اخلي له كونجكيشن حتى اخلي له مور بولر حتى يصير له سكريشن. بالتالي من جاء قال لي انه انت عندك بولر معناته خلص عمليه تحول للفيس 1 راح تكون سهله، بالمقابل عمليه تحول للفيس 2 راح تكون اسهل، لذلك ما يسترق فتره كل شغله حتى يصير له سكريشن. هذا راح يدل لي انه هو شورت ديوريشن كونجكيشن، لكن راح يكون نون بولر عمليه التحول مالته راح تحتاج لها ميتابوليزم طويله حتى يتحول للفيس 1 بعدين يتحول للفيس 2 حتى يصير له سكريشن، تمام؟ يقول لي خلي بالك ان شاء الله انه الرينج سي مالتك موقع رقم 2 وموقع رقم 6 تضيف لها الكترون وتدرون جروب، لكن لو تخليها بموقع رقم 4 فانت راح تقلل الاكتيفيتي، وهذا مثل ما اتفقنا عليه بالدايركشن اوف ذا كيميكال ريأكشن. اذا انه انا كان عندي الكترون دي درون جروب راح يوجه لي ميتا، واذا كان عندي الكترون دي ميتنج جروب راح يوجه لي بارا واوتو اكوردنج تو ذا اتاتشمنت بنزودياسيبين بالنسبه لهذا الرين، تمام؟ في بعض الاحيان احتاج انه انا اخلي بايو ايزوستيرز او ايزوستيرز كومباوند، انه هذه الايزوستيرز انه راح تعطيني نفس الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز لكنه تختلف بالفارماكوكاينتيك، تختلف بالريت اوف ذا ري اكشن،
تختلف بالتايم اللي من خلاله حتى شيء يصير، يصير عند الميتابوليزم. هاي نفس الحكي اللي حكيته شباب موجود. بالتالي تقدر تضيف الترايازول، في بعض الاحيان تقدر تضيف الايميدازول. من جيت وشفت انه انا عندي الترايازول اوكي، جيت سويت موديفيكيشن خليت الايميدازول باعتبار انه انا لغيت الامايد بوند اللي موجوده عندي بالديازيبين، لان الديازيبين كانت هي عباره عن سبعه فيها سي دبل بوند او امايد من ذيك الصفحه. فمن جيت لغيت هاي الفقره كليتها اللي هي كانت سي دبل بوند او عباره عن سبعه، خليت ايش؟ ايميدازول، خليت ترايازول. فمن اجي اشوف تشوفون اللوج بي تمام؟ صار الهالف لايف مالته صارت 100 ناكي. ليش قلل الهالف لايف؟ صار عندك شو؟ صارت هيدروكسيليشن عندك هيدرو يعني هناية نايم صار شالت لو نايم ضافت يعني شفتيها وخليتيها؟ ليش ما صار لها دي مثل شيء؟ دي مثل شيء تسوي؟ الغي الغي هو هذا مكسي اللي بروح يفقد اللعبة ما دام دخلتي فيس 1 اعطيتي له فانكشناليز طلع فقط اللعبة تمس انت تبدي تسوي بولر مو صح؟ ست البفرة ست البفرة جاوبكم علي بعدين تمام؟ فبالتالي مثل ما اتفقنا انه انا عندي الاو اتش هي راح تكون بمثابة النون بولر ونون بولر. إذا كانت نون بولر ديوريشن اوف اكشن راح تزداد، وإذا كانت بولر ديوريشن اوف اكشن ما راح تزداد. أنا جاوبكم عليه شباب السؤال هذا. زين. لما تجي علما على الكلورو دايزب اوكسايد هيدروكلورايد راح تشوفون أنتم إيش مكتوب؟ لونج اكتينج تراك. لما تيجي تشوف انه انت كان عندك الكلورو دايزب اوكسايد تمام؟ بعدين صار له ميتابوليزم سويت له ذي ميثيليشن ميثيليشن هي بين قوسين انتي ميثيليشن بعدين وراها صار عندك هيدروكسيليشن بعدين وراها دخلت التوتوميرزم صارت عندك كيتون بعدين وراها صارت عندك ايش؟ انه نور ديازيبام انه هذه لون شال بعدين وراها صارت الاوكسازيبام الى حين ما وصلت اكتف 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 اكتف. هذا شو حيلك؟ ها؟ يعني ساي الفكره شو حيلك؟ ساي الستركتشر اول شيء سوى ايه؟ ديميثيليشن بعدين سوى هيدروكسيليشن على البرايمري امين دخلت تاتومرسم سي دبل بوند او طبعا هي اي او اتش ديتش سي دبل بوند او الاماين بس دخلت تاتومرسم بشوف انه هاي دبل بوند مالتها وين؟ حولت واضح شباب؟ فصارت بشكل اماين فهي هاي الحلقه اللي يسحوا لها ديازيبين وبالتالي بعدين صار عندك صار عندك انه هاي او اللي كانت موجوده صار بيها فقدتها بعدين الاو اتش اللي قلناه نايم هو اللي راح يبي يتحكم عندي بالبولاري اعتبار انه المكان ده يصير عنده او اتش بهذا المكان. فهسه هذا المخطط ايش يوحي لك؟ شو يريد يعطيك؟ يعطيك كم استفسار؟ او يعطيك كم تساؤل؟ او كم توضيح يعطيك؟
سبونسر المكان. اوكي بعد ما كل ميتا ولايت اكتف هو لونج دوريشن. بعد بس هذا اللي فيه لما تيجي عادي هو لونج ديوريشن انفكشن تمام، لكن لما تيجي على اخر واحد هو شنو شورت ديوريشن انفكشن. لذلك اذا انت ابو كيمست تريد تسوي لك دراج شورت ديوريشن انفكشن فانت تقدر تصنع هذا تقدر تصنع هذا تمام. لذلك اللونج ديوريشن انفكشن كل ما كان اللايف اوف لك عالي يثبت لي على انه لونج ديوريشن اوف اكشن. ليش؟ عمليه الميتابوليزم مالته تكون صعبه حتى يتحول للفيس 1. فبالتالي من جهه اني اذا اريد اصنع واحد، لذلك تشوف في بعض الاحيان انه اكو دواء تاخذه انت ينامك مثلا في 6-7 ساعات، ولكن اكو دواء سهل انه من المنطقه انه انت تيجي تاخذ دكتور دايزي بوكسايد تاخذ مقابل الفاليوم، تلقى انه الفاليوم عدد ساعات اللي يبي يشتغل عليها حتى يعطيك سليبنس تمام تختلف عن الساعات اللي يعطيك اياها ايش؟ باعتبار انه الكلورا دايزيك اوكسايد مور لايبوفيليك، بالتالي انه ايش؟ يتحول عمليه تحوله حتى يوصل للفاينل اكتف ميتابولايت اللي هو دا يدخل بالفيس 1 اللي من خلاله خلص جاني جلوكورونيك اسيد اتحد منها سوى لك سكريشن، بينما هذني كلها ما يقدر الجلوكورونيك اسيد يجي يتحد الا بهاي المنطقه. لذلك الفيس 1 هي اكبر دليل على انه هي فاكشنالايز، انه انطيتها فاكشنال جروب خليتها بولر سمحت للجلوكورونيك اسيد على انه يتحد حتى يسوي لك سكريشن تمام. الفكرة من اللونج اكتنج والشورت اكتنج الصور وصلت عندي الفكرة زين. تيجي عليه من على البيازي بام تلقى نفس الفكرة انه انت عندك هذا البيازي بام تحول المن للنور ديازي بام وراء تحول المن لوكسازي بام، نفس المعادلة دي مر بمرحلة الميتابوليزم زين. انت عندك كل الدراجيات تمر بميتابوليزم او الدراج ما تمر بميتابوليزم الدراج البولا مباشر ستيج ها مباشر ستيج مباشر اكو ما تمر بميتابوليزم يعني اكو دراج ما تمر بميتابوليزم لا فيس 1 ولا فيس 2 شلون هاي والله شنو اكتب ميتابوليزم هذا التيم لا ما نكتب بيه قبل يعني اول كامل لك انت تقول لو برود رايت ادري شلون يصير لك سيكو باكيد عادي اكو شيء تاخذه انت بعدين تريد تطرحه حتى اخذت انشينج تريد تطرحه جزء من عنده بيرسن يطلع من عند هالشيء قابل الادراك كله. يعني الميتابوليزم وين تصير؟ يا امريكا بس؟ لا بس؟ بس لا امريكا بس؟ بايو بس ما ادري كم بس بس زين. شوف بابا فرق هذا الادراك اللي جاي تاخذه انت فرق بين البرودراك والادراك. الادراك اللي جاي تاخذه انت حقيقي واكتب هو اكتب يعني على سبيل المثال
الجهة اللي بتاخذ النان ستيرويد الانتر انفلامتري دراج بالفولتاري، واكتب لو انا اكتب شو بيكون شو تحكون؟ دراج طبيعي لو مو طبيعي؟ وصح؟ لكن لو انت من جهة شرحنا في المحاضرة اللي قبلها قلنا لك يابا انت تجي تاخذ انت الميسيلامين هذا دراج حقيقي؟ دراج حقيقي اوكي على رف، لكن لما تريد تسوي له تارجتنج للقالب مو راح يصير له هيدروليسيس؟ مو الخمسة امينو صلصليك اسيد ولا راح يكون اكتف دراج؟ مو اللي راح يروح للكولون؟ مو اللي راح يعالج لك الارسليت كوليتس؟ وصح لاني خطان؟ تالي من جات حول انه انا اريد اوجهه حتى يوصل مرحله البولاريه، انا اضطيته سويته بشكل برودراج، لكن انا لو برودراج عندي غرض معين من عنده. في بعض الاحيان احتاج ان انا اعبر لدراجي للسي ان اس، ومثل ما سويته بالليفو دوبل. صح لاني خطان؟ صنعت الدراج عن طريق الستركتشر اكتيفيتي ريليشن شيب بالدوبامين، ضفت له كاربوكسيليك اسيد، عبرت البلاد برين بارير، صار لدي كاربوكسيليشن، اعطاني دوبامين، قامت الامور صارت تمام. تحول نفس المعادله من سويت الميسيلامين والسلفوسلازين سويته بشكل برودراج، ضفت ازو جروب، اوجه له تارجتنج للكولون، يجيني انزيم يكسر لي اياه يعطيني اكتف دراج. ورا عاد الاكتف دراج خلاص انا اعطيته بولر. عملية طرح سهلة، ولكن هو اكتب دراج يتحرك الميتابوليزم. في بعض الأحيان تلقى الدراج هو أصلا عنده فاكشنال جروب قبل يطفر على الفيس الثاني، يصير له جلوكورونيك أسيد لو سلفونيشن لا مثليشن لو أسيليشن ويطلع تمام لو لا البابرة تمام. لذلك لو نجي على سبيل المثال تذكرون من كنا اخذنا بالاوبيويد لما اخذنا البنتالين باتش وريني بنتالين صابنين تذكرون وقتها كنا انت نايم لا سامح الله يعطيك طولة العمر مثلا سويت عملية جو خلوا البخاخ على خشمك قال لك شو اسم امك ما تلحق تقولها شنو معناتها هذا؟ معناته هو الترا شورت اوف اكشن معناته شنو؟ شو بيكون ليش ما تحكون؟ معناته لا يكون في كلش قويه صح لاني خطان هو ليش سوى له انستيزيا غير لا يكون في ليك تتذكرون بوقتها من قلنا يابا ترى هذا اللوبي مالته 14 صح؟ وهذا اللوك بي مالته كان 11 اول من صارت 14 صار الترا شورت اوف اكشن عبر للبلاد برين بارير قبل سوالك قال له خلص انا في سيزيا خذ تمام لو لا من شورت اكشن معناته انه خلص ادى الشغل اللي عليه بعدين راح يدي وراها ايش يقول لك؟ يقول لك المريض في مرحله الافاقه. ماكو واحد مسوي عمليه مثلا مو انتوا اي واحد من قرايبكم يقول لك وين المريض؟ يقول لك يابا المريض هسه بالافاقه. معناته شنو؟ يصير له الدراج والدراوينج يروح ينتهي. صرت الفقره لو لا يمر. بنفس المعادله انت هي هاي تجيبها انت هذا عندك الدراج هذا الدراج انت حطيته بهذا الصوره يعني هذا الموجود الدراج انه انت عندك بالصيدليه تمام؟ فبالتالي هذا من عنده بالصيدليه هذا الدراج، الدراج يمر بمرحله ميتابوليزم فيس 1 فانا انجبرت انه شو اسوي له؟ سوينا ديميثيليشن ان ديميثيليشن وجدت انه هذه المرحله غير كافيه على انها تكون فاكشنالايز غير كافيه على انه تسمح للجلوكورونيك اسيد او السلفونيشن او الاسيليشن انه ينجز عمله فاضطريت ايش اسوي له؟ اسوي له هيدروكسيليشن بهذه المنطقه طبعا هو اللي يسوي الجسم هو اللي يسوي له الانزيم هو اللي يسوي له فبالتالي هيئت الجلوكورونيك اسيد مكان انه يجي يدخل من عنده ويطلع فهذه العمليه من لهنا 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 لحين ما يوصل اكسكريشن يقول لك شورت ديوريشن اوف اكشن او لونج ديوريشن اوف اكشن تمام لو لا زين من جيت وسويت هذا الدراج هذا ثاني صنعت هذا هل انه الديوريشن اوف اكشن مالته نفس هذا؟
طبعا ليش؟ رأسهم صار خطر. لأن أنا مهيئ له خلاص. قلت له تعال عندك فاكشنال جروب جاهزة. قبل تحد عليه سوى الشغل اللي عليه. كمل فيزيولوجيك لو كورونيك اسيد سوى لك سكريشن وطلع برا. فهي عملية الفكرة إنه شورت ديوريشن أوف أكشن بالنسبة للسي إن إس ديبريزنت هي تعتمد على هاي الطريقة إنه هاني ديازيبام حولته للنور ديازيبام حولته للأوكسيازيبام بعدين صار ربط عملية استهلاك هذه المرحلة وبالتالي ترى بعد كلها تعطيني أكتب يعني بكل الحالة بكل مثلا حطيت ديازيبام نام تو دا يريد يقعد صار له ميتابوليزم النور ديازيبام سطر على راسه لاحظين انه انت تريد تقوم من النوم تحس نفسك بعدك توك نايم كمل الميتابوليزم تحول لوكسيزيبام طلع اكتف رب سطر على راسه قال له ارجع نام تمام لو لا لحين ما وصل لجلوكورونيك اسيد قال له لا هسه بعد انت على المعين خلصت سويت اللي علي وطلعت تمام فهي هاي الفكره لذلك يقول لك الاو اتش 3 الاو اتش هنا راح تلعب دور كلش مهم تمام